برضو من الأزمات، ودي أزمة غريبة جدا، أزمة الكول سنتر بتاع البنك العربي الأفريقي، اللي أنا كنت بقوله يعني أعتقد أنه كان واحد من أفضل البنوك في مصر. البنك ده كان عنده خدمة عملاء متميزة طول عمره، تتصل بالتليفون في كول سنتر قوي جدا 24 ساعة شغالين معاك بكفاءة عالية، هم عبارة عن 100 شخص بس. يبدو ان البنك وعدهم بزيادة مرتباتهم وخلى بيهم. تخيل انت لما بنك تبقى دي الوسيلة الاولى للتواصل ما بينه وما بين عملائه، دي 100 موظف قاعدين على كمبيوترات شايفين الداتا بتاعت البنك، دي شخصيات مهمة جدا ومتحكمة في معلومات مهمة جدا. الـ100 شخص دول ممنوعين من الزيادة بعد وعود، فالناس عملت ايه؟ عملت اضراب. فانت تتصل بخدمة العملاء في البنك محدش يرد عليك، ليه؟ لان الناس عملت اضراب. فيجي نوصل بالاوضاع ان واحد من احسن البنوك في مصر تبقى ادارته بهذه الطريقة وبهذا التفكير، والوضع يبقى فيه شوشرة وغشلقة. هل المجلس الاعلى للاستثمار هياخد هذه القصة بقى ويناقشها؟ ما احنا ما عادش عارف بقى المجلس الاعلى للاستثمار ده بيشتغل في ايه. هيجيب الـ100 موظف، ومين فيهم هيجيب الـ100 موظف؟ وزير الداخلية هيجيب الـ100 موظف يقول لهم ما تشتغل يا انت وهو، ولا هيقول لهم ايوه يا جماعة واحنا عايزين نحسن مناخ الاستثمار، وانتوا واجهة البنك، وانتوا محتاجين ايه؟ طب نرفع، انتوا عايزين كذا نزود، طيب كذا عشان الظروف. يعني فكرة التواصل، يعني لما الاقتصاديين والرجال الاعمال والبنكيرز مش قادرين يكلموا مع الموظفين، مين هيتكلم مع الموظفين؟ ودول مش اي موظفين، دول الواجهة الرئيسية للمؤسسة. وانا متأكد ان اختيار الـ100 شخص دول يعني تم بعد عدد كبير جدا من الاختبارات ووسائل التأكد والأمن والكشف الأمني، يعني مش أشخاص عادية. وأعتقد إن لو أقل واحد فيهم بيتكلم لغتين على الأقل، إذا ما كانش ثلاثة. فإيه يا جماعة بقى؟ أنتوا بتعملوا كده إيه في البلد؟ وفي اقتصاد البلد؟ البنك ده لو عنده مثلا 5 مليون عميل مش عارف يتواصل، كارتك بقى يضيع، فلوسك تتسرق، تحصل تحويل ما تفهمش هو حصل ازاي ومنين، محدش بقى قال دماغنا بقى قانون اضرب. فمشهد يؤكد لك ان الحكايه كلها حزبيس حتى على المستوى القطاع الخاص. ما ده قطاع خاص، البنك ده مش بنك حكومي، مش عارف الحكومه ليها نسبه فيه بس مش نسبه كبيره. ويوضع ده كان رئيسه حسن عبد الله ماشي يتمرجح على الجنيه، ده كان مديره. عشان كده لما عرفت ان حسن عبد الله يعني من خريجين ومن الناس اللي اشتغلت في البنك العربي الافريقي استبشرت خيرا وقلت الحمد لله، ده راجل بيفهم، ده البنك العربي الافريقي ده سجله كويس جدا وبنك قوي وعنده استثمارات وعنده حاجات وعنده طريقه في الاداره. واضح ان كل حاجه بتتحلل في مصر من اول قدرات حسن عبد الله البنكيه لغايه قدرات العربي الافريقي في اداره التعاملات الداخليه جوه البنك. اقول لكم ايه؟ ما اصل البنك ده معتمدين مش خايفين من حد، عشان في واحده من الموظفين في احد الفروع بنت شخص مهم جدا. انا عارف كل حاجه ومذاكر. ايوه، رئيس البنك حاطط في بطنه بطيخه صيفي عشان واحده من زملائه ابنه لواحد من الاشخاص المهمين جدا في هذه الدوله، فهيخاف من 100 موظف. او طبعا طبعا يا سيادة المدير، طبعا طبعا.